السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. نيسان إكس تريل موديل 2023 بالتغيير الجديد كليا، صراحة صار أجمل من قبل بمراحل كبيرة، لا داخليا ولا خارجيا. سيارة جميلة عائلية نوعا ما، شبابية برضو، ينفع تستخدم من قبل أغلب أفراد المجتمع، خلنا نتكلم، وتلبي الاحتياج. سعر عليها محرك 4 سلندر سعته 2.5 لتر، يولد قوة 181 حصان وعزم دوران 233 نيوتن متر، مرتبطة بناقل حركة CVT إكسترونيك. صراحة كمحرك يعني يخدم السيارة على حجمها. التغيير جاء على السيارة خارجيا وداخليا، لاحظ في المقدمة صارت الواجهة فعلا كهوية نيسان أكثر بكثير، شعار نيسان الجديد اللي يجي زجاجي، فيها الرادار، 4 كاميرات محيطية، أنظمة أمان ما شاء الله حلوة عليها، تحديد المسار، حساسات أمامية وخلفية، نقاط العمية، وش بعد؟ ما شاء الله أبرز نقاط الأمان موجودة عليه. إنارات راح نستعرضها إن شاء الله في تكملة التصوير. الجنوط هنا جاي بتصميم جميل أيضاً وأنيق، مقاس 19 إنش، عليها الفيبر كامل من الأمام إلين الخلف كحماية. كروم أيضاً ما قصروا نيسان، حطوا لكم كروم هنا ايضا على جوانب، على اطار الزجاج من الاعلى، عليها سقف بانورامي مع حنايا العفش البسيطه، هذه من زاويه اخرى. اربع حساسات خلفيه، الشنطه الخلفيه انا صراحه ماني متاكد تفتح كهرب او لا، تاكد بس، اي نعم تفتح كهرب. كتابه الاكس تريل وشعار نيسان الجديد، وعلى ما اعتقد ايضا تفتح وتتقفل بنظام الركل. هنا عندنا ستاره خلفيه اللي تحمي المقاعد للصف الثالث، وركزوا معي حتى مقاعد الصف الثالث فيها تطريز الدايموند. بعض الشركات يقولون لكم لا، تطريز الدايموند فقط للصفين الاماميين، هنا حاطين حتى على الصف الثالث. طبعا الصف الثالث نتكلم بكل مصداقيه لصغار السن، يعني فعليا ما راح يخدم الا صغار السن، الأطفال وكذا راح يخدمهم، والناس عاد اللي قصار قامة مرة، بس إنه بشكل عام يعني كأطفال بيكون جدا ممتاز، وتقدر تطويه من خلال هذه الجزئيات اللي هنا، وتقدر أيضا تفتح كمقعد، تتقفل وتفتح كهربائيا زي ما قلنا. هذه هي من زاوية أخرى. الصرفية هنا اللتر الواحد يمشيه 15.4 كيلو، هذا دفع رباعي، في شيء دفع أمامي داخليا وبالأحرى من الخلف. نلاحظ عندنا الداخلية جاي باللون الجملي مع تطريزات الدايموند الجميلة صراحة. عندنا هنا التحكم في الزجاج عادي مو بأوتو، لاحظوا معي الفورميكا وتصميمها الجميل، هنا الجلد أيضا موجود، وركزوا معي بزاوية فتح الباب، هذه نقطة جدا مهمة، عندنا خط مستقيم، عندنا زاوية جدا حادة لفتح الباب. طبعا يعني الموضوع هذا أنه أنت تنتبه لما تفتح الباب، هذا الشيء جدا كويس عشان يسهل عليك الدخول والخروج، ولكن لازم تنتبه ما تفتح الباب على مصراعيه زي ما نقول في مكان ممكن يكون فيه سيارات تمشي بسرعه عاليه او غيره. الداخليه هذه ندخله، هذا هو من الداخل الصدق ينقال، وسيع مريح كجلسه كحشوه مقاعد، والمساحه اللي فيه جدا ممتازه، انا طولي قرابه 190 سنتي صراحه، كمساحه جدا منطقيه. هنا عندنا تايب سي ويو اس بي عادي، فتحات التكييف من الأعلى، عندنا سقف بانورامي جميل، إنارة السقف جاية LED باللون الذهبي. هنا عندنا المسند الوسطي يفتح بالطريقة هذه، معلش لازم تفتح بيدين، تسحب هذه وتشد هذه من الأعلى، تنزل عندك كمسند وسطي، وهذا هو كصف ثالث، يعني حتى فعليا يسهل عليك التخزين لما تقفله من خلال الستارة، يعني أمور جميلة صراحة. كوب هولدر، وأيضا هنا مساحة تخزين. هذا هو من الخلف ككل صراحة لطيف جدا جدا لطيف، يعني كعائلة لطيف. هذا هو من الأمام، ناخذ عليه نظرة ونروح ونشرح مواصفاتها. هذا هو من الداخل، حبيت أميل عشان إنارة الشمس ما تكون في وجهكم. صراحة تصميمها الداخلي تحدث، صار أجمل بكثير من قبل. عندنا تبديل خلف المقبض، عجلة القيادة جاية جلد، على اليسار الإنارة وفيها أوتو، فيها عالي أوتو. عندنا على اليمين مساحة الزجاج وما فيها حساس المطر. هنا عندنا التحكم في التركات مع خصائص الشاشة حقت الإعدادات، وهنا التحكم في ثبت السرعة مع نظام الرادار وتنبيه خروج عن المسار. نشغل السيارة ونقول بسم الله.
ما شاء الله تكييفه جدا جميل، مع انه الان احنا الى خلينا نقول فصل الشتاء فعليا، درجه حراره حاليا زي ما تشوف الساعه 10:21 درجه، تكييفه بارد كذا، رجعنا اجواء الصيف فعليا ما شاء الله. عندنا اعدادات جايه كشاشه، تصميمها صراحه جميل جدا، فيها كثير من الخصائص اللي انت تحتاجها وقراءات عديده عديده فعليا. شوفوا كيف عندنا الهوم هنا، قراءات كثيرة الصدق. عندنا بروجيكتر ما ننساه، تمام تقدر تتحكم فيه من هنا. وش بعد يزيد؟ شعار نيسان الجديد صراحة أكثر شيء عاجبني في الموضوع. نجي للكونسول الوسطي، عندنا الشاشة هذه ما شاء الله أيضا حجمها جميل. صراحة شكرا نيسان على الأنظمة الترفيهية الجديدة، وأيضا على أحجام الشاشات اللي جالسين يضيفونها على سياراتكم. صراحة يعني كنا دائما نتمنى من المنافسين أو من نيسان نفسها أنه تكون الشاشات أكبر، فنيسان ما شاء الله استجابت وصارت الشاشات أكبر، سواء كان العدادات أو الشاشة حق الترفيه. طبعا كاربلاي أندرويد أوتو وايرلس، عندنا كاميرات محيطية صراحة دقتها تخدم السيارة، تكلم الصدق تخدم حجم السيارة، دقتها يعني بشكل عام تخدم حجم السيارة. عندنا هنا الهوم، شوفون كيف تقدر تخصص كمستخدم السيارة يعني ايش اللي تحبه ايش اللي ما تحبه، النافيجيشن موجود عليها. عندنا هنا الميديا مثل الراديو بلوتوث والكاربلاي والاندرويد اوتو زي ما قلت لكم. هنا عندنا ايضا قوائم اخرى صراحه، النافيجيشن هنا عندنا الاشعارات، هذه الازرار للتحكم في خصائص الشاشه على اسفل منها مباشره. نلاحظ عندنا هنا الجلد موجود كتطريز جميل جدا صدق. هنا التحكم في التكييف منفصل كدرجة حرارة بين الساق والراكب، وما شاء الله تبارك الرحمن التكييف جدا بارد حاليا. وش بعد؟ تايب سي ويوسبي العادي 12 فولت، زر التشغيل موجود هنا، مكانه شوي يلخبطه كنت تعود عليه مع الوقت. شاحن وايرلس، عندنا الجير هنا جاي الإلكترونيك سي في تي، تشوفون كيف تعشيق فيه صراحة حلو كذا، الدي كذا، السبورت كذا، الان لازم تضغط هذا المقبض اللي هنا. عموما رجع للبي كوب هولدر، جرنت الكتروني، اوتو هولد، وضعيات القياده. ونركز مع بعض، عندنا وضعيات القياده هنا، عندنا الايكو مثلا نظام نزول من حضراتنا بالغلط ضغطته، تمام. عندنا السنو وعندنا الاوف رود، فبحكم ان السياره دفع رباعي يعني تعطيك الاداء المناسب، خلينا نقول ملائم لل يعني دفع السياره وغيره من هالمعلومات هذه. قفلنا نظام نزول من الحضرات، كوب هولدر زي ما قلنا، مسند وسطي جايب تصميم جميل صراحة من الأعلى، مراية تعتيم تلقائي وفيها كاميرا جماعة الخير، شوفوا دقتها كيف ما شاء الله صافية جدا صدق. أبدعت نيسان هذه السيارة حرفيا، إنارة السقف جاية ما أدري هي LED صراحة أو هيلوجين، لكن بالتصميم هذا يعني مو واضح لي إذا هي كانت LED ذهبي أو هيلوجين عادية صفراء يعني. بيت لي نظارة، فتحة السقف البانورامية والتحكم فيها، قفلها. عندنا شماسات بمراية وإنارة للسائق وأيضا للراكب، صراحة أشوف حجم الشماسة كيف. الزجاج عندنا كبير الأمامي، فعندك زاوية إنه الشمس تدخل فيها كبيرة، فكبروا لك الشماسات صراحة يعني. أبدعت نيسان بكل ما تعني الكلمة على هذه السيارة. هذه أبرز الخصائص، طبعا الشاشات تطول قائمة فيها، للمستخدم هو اللي لازم يتعمق في المعلومات. طبعا بتكون كنظام سهلة جدا كاعدادات، وش تحب تضيف وش ما تحب تضيف، يعني امور ان شاء الله انها بتكون كلها سهلة وبسيطة. نظام الصوتي على السيارة، نظام صوتي فاخر من شركة بوز، هذا هو ككل من الداخل، ما ودي اطول عليكم اكثر. الان ننتقل لبقية التفاصيل وندخل داخل الفرع عشان ناخذ نظرة ايضا على الاسعار وبقية المعلومات. اما عن الاناره الاماميه فهي جايه تقريبا شبه فول LED، عندنا اللد النهاري موجود هنا، الفليشر جاي هيلوجين، هنا العالي والواطي LED كذلك الامر، ما ادري وضح لكم ولا لا. ايضا كشافات الضباب جايه LED، فمجمل فول LED بخلاف اناره الفليشر. اما عن الاناره الخلفيه كذلك الامر، عندنا كشاف الضباب LED الاساسيه LED، الفليشر هيلوجين، والريوس كذلك الامر هيلوجين. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية التغطية لهذا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة. بالنسبة للسعر بقية التفاصيل خلونا ندخل داخل الفرع وناخذها. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية التغطية لهذا اليوم،
تكمل العافية. على المشاهدة بالنسبة للأسعار فهي تبدأ من 100 ألف ريال تقريبا وصولا إلى اللي هو الفول كامل نفس صورته لكم حاليا 154 و229 ريال شامل للضريبة. هذه بطاقة المعلومات للناس اللي حابة تشوف تفاصيل أكثر. فبس يعني هنا وصلنا للنهاية. هذا النص فل زي ما تشوفون، أيضا مصراته حلوة يجعله تحديد مسار. شوفنا الداخل كفر، خلنا نروح من جهة السائق. هذا هو المقاعد جاية قماشية تقريبا متشابه في المواصفات مع فئة الفول كامل، بس انه العدادات جاية تقليدية مو بشاشة. صدق لطيف، المقاطعمية برضه موجودة عليه وكاميرات محيطية. يعطيكم العافية على المشاهدة، راح احط لكم رقم استشاري مبيعات تتواصلون معاه ولا يقصر معاكم بإذن الله. لا تنسون تشتركون معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم المقاطع أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك سناب شات انستغرام. طولنا عليكم، يعطيكم العافية، فمان الله.